حبة واحدة بس من حبة الإنقاذ السريع اللي معايا دوت هتنسف معاك كل الدهون العنيدة المتراكمة اللي بقالها سنين. جربت كل حاجة، عملت تمارين، عملت وصفات كتير ومفيش فايدة برضه. جربي معايا الوصفة ديت وإن شاء الله هتنسف معاك كل الدهون في أقل وقت. مش عايزة أقولك إن خلال أسبوع واحد بس ممكن تنزلي من 8 كيلو ل 10 كيلو بإذن الله. هتجربيها وتكتبي لي في الكومنتات. عايزين تعرفي الوصفة عملناها إزاي، حط لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الوصفة هنعملها إزاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه من افضل واحسن الوصفات. وصفتنا النهارده وصفه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت كمان هتبقى وصفه الانقاذ السريع. الناس اللي هي حابه تنزل وزنها بسرعه، عندها مناسبه، عندها اي حاجه ان شاء الله وعايزه ان هي تنزل وزنها بسرعه، ده باذن الله هتنزل معاك الوزن بطريقه سريعه جدا. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده هتبقى يعتبر هتنزل كل السموم اللي في جسمنا، هتنزل كل الدهون، تخلي جسمك ما شاء الله بيحرق دايما باستمرار. حتى لو كان جسمك حرقه بطيء ما بيحرقش فيه لا قدر الله غده في اي حاجه، دي هتزود معدل الحرق عندك، هتسرع معدل الحرق بطريقه كويسه جدا وبطريقه منتظمه. طبعا في بنات كتير وفي ناس كتير جربوا وصفات كتير، ان شاء الله يا جماعه الوصفه دي هتخلي جسمك كده يعني متناسق، هتخلي جسمك نحيف، هتخلي بطنك مسطحه، مفيش دهون، مفيش اي حاجه بارزه، مفيش جوانب، مفيش ترهلات، كل الحاجات ديت ان شاء الله مجرد ان احنا هنعمل الوصفه ديت اول اسبوع هتلاقي فيه فرق كبير جدا جدا بين معاك. 5 حبات من المكون اللي احنا ان شاء الله هنعمله مع بعض دوت على 5 ايام وان شاء الله هتشوف نتيجه سريعه جدا جدا. وباذن الله تدعولي وتكتبولي في الكومنتات وتقولي فعلا الوصفه جابت معانا نتيجه كويسه جدا. كمان هتحسسنا بالشبع لان ان شاء الله الوصفه بتاعتنا هتبقى فيها الياف هتخليكي صايمه عن الاكل. لو انت عندك شراهه على الاكل او نفسك دايما مفتوحه وعايزه تاكل كتير، لا دي هتسد معاك الشهيه، هتزود معاك معدل الحرق، فيها الياف كتير. وطبعا احنا يا جماعه عارفين دايما ان الالياف دايما بتحسسنا بالشبع. تمام، طيب تعالوا نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. عايزاكم تشجعوني يا بنات بلايكات كتير، وعايزاكم كمان تشيروا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا في الوصفه بتاعت النهارده ده يا جماعه 5 حبات من الثوم. تمام، محدش يستغرب اللون بقى ويقول طب هو شكله عامل ليه كده، اللون ده الثوم ده يا جماعه ده طبعا مقلي. تمام، بس هو طبعا مش مقلي في الزيت، لا هو دوبك مقلي زي تشويحه بسيطه كده في كميه او نقطه زيت بسيطه جدا، علشان طبعا انا مش عايزه ان انا اجيب زيت كتير واقعد اقلي فيه اكني بقلي بطاطس او بقلي اي حاجه تانية، لا هي نقطه واحده بس بالظبط بنحطها في المقلية بتاعتنا وبنشوحها تشويح بسيط كده لغاية ما نوصل مع بعض للدرجة اللي انتم شايفينها دي. طبعا نستخدمها ازاي؟ طبعا كلتنا عارفين ان الثوم يعتبر مضاد حيوي ومضاد سموم كويس جدا جدا، بيزود معانا عملية الحرق بطريقة فظيعة. طيب تعالوا بقى كده نحطه كده على جنب ونشوف المكون اللي بعد كده. طبعا يا جماعة انا معايا خيار، طبعا كلتنا عارفين ان الخيار له سحر كويس جدا وله سحر رهيب جدا في نزول الوزن، لان الخيار فيه الياف كتير بيسد معاك الشهيه، دايما بيحسسنا بالشبع، خلاف كده وكده كمان ان هو له فوائد تانيه كتير لبشرتنا ولشعرنا وكل حاجه. تمام، ده كده انا هود الخياره بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. يدوبك هنستخدم الكميه ديت، النص التاني هنستخدمه ان شاء الله في مره تانيه. تمام، ده كده انا معايا المج اهوت، تمام، وهناخد كل يوم يا جماعه ان شاء الله هناخد فص واحد زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو، وهنحطه على الخيار. طب دلوقتي برضو هنعمل ايه؟ هناخد كوبايه من الميه وهنحطه في المج بتاعنا ده. طبعا انا حطيت فص الثوم يا جماعه على الخياره بتاعتي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هننزل بهم كده على الخلاط اهو بالشكل ده كده، هنفرمهم كويس جدا ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الكوبايه بتاعتي فرمتها في الخلاط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. طب دلوقتي بقى هنعمل ايه في مكون تاني معايا؟ علشان كده بقول لكم طبعا معايا الوصفه للاخر عشان ان شاء الله في مكون تاني هنحطه، اللي هو طبعا زي ما انتم شايفين الليمون.
تمام. هناخد نص الليمونه ديت، شيل بس البذر منها كده اهو، هنعصر نص ليمونه على الكوبايه بتاعتي بالشكل ده كده. هنبدا نقلب زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده، بالشكل ده كده يا جماعه. الكوبايه اصبحت جاهزه معايا زي ما انتم شايفين، مكونات سهله وبسيطه جدا، وفي نفس الوقت ما شاء الله هتنزل معاكي كل دهون العنيده المتراكمه اللي بقالها سنين، وان شاء الله هتنسف معاكي كل دهون العنيده. تمام، يبقى فصل واحد بس يا جماعه من الحبوب العجيبه اللي انتم شايفينها ديت، ده ان شاء الله هناخدها على مدار 5 ايام، 5 حبات هناخدهم على مدار 5 ايام، كل يوم هنعمل كوبايه زي ديت وعليها حبه زي دي. يبقى انا كده يا جماعه الكوبايه جاهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اما الباقي اللي انتم شايفينه معايا دوت ده هحطه في الثلاجه، كل يوم هعمل كوبايه زي ديت وهشربها وهاخد منه حبايه زي ما انتم شايفين كده من حبوب التوم اهو. طيب هناخد الكوبايه بتاعتنا امتى؟ كل يوم على الريق كده ان شاء الله هناخد كوبايه زي ديت. صدقوني لو انتوا جربتوها فعلا اول اسبوع هتنسف معاك الدهون بطريقه كويسه جدا، وهيبان معاك الفرق من اول اسبوع، هتنزل معاك كيلوهات كتير جدا من الوزن. تمام، يعني ان شاء الله كده على الريق هناخد الكوبايه ديت كل يوم لمده اسبوع، هنستمر عليها لمده اسبوع ونشوف الفرق، وان شاء الله هتدعي له وزي ما قلت لك هتكتبوا لي في الكومنتات باذن الله ان هي جابت معاكي نتيجه كويسه جدا. في ملحوظه بسيطه بس يا بنات، الناس اللي بتتعشى هتحاول بس ان هي تقلل اكلها في وقت، يعني ايه، في وجبه العشاء. لو علبه زبادي على عصره ليمونه بتبقى كويسه جدا، قطعه جبنه قريش، طبق سلطه، الحاجات الخفيفه ديت، ونحاول ان احنا نتعشى بدري. الناس اللي بتعشى وتنام بلاش يا جماعه العاده ديت، لانها فعلا عاده سيئه جدا، وهي ديت اللي بتسبب التخمه عندنا. تمام، فاحنا ان شاء الله هنعمل، ولو مشينا على الحاجات اللي احنا بنقولها ديت اتحداكي ان انت في اقل من اسبوع هتنزلي وزن كويس جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.